هذه منطقة ضد دهماني، هذا مركز شرطة ضد دهماني يدخل التفاح، هذه سيارة الشرطة تم سلع عليه من قبل شباب ضد دهماني، بارك الله فيهم يا رب ينصرهم يحفظهم إن شاء الله. مظاهرات فرحة الشعب الليبي، مظاهرات سلمية 100%. هذه شوارع طراب ضد دهمان. ليبيا فيها رجالة، ليبيا فيها رجالة.